حصريا على زفات العروس طلب الزفة كاملة وبدون حقوق يوجد اتصال على الجوال 0502470008 أو عبر التليفون من سأل عن شريفة أو سأل من تكون ما بجاوب إجابة قصر نفس السؤال خارج المملكة طيبها يتسع للناس عالم وكون وابتسامة شفاها يا خلايق خيال صعب نوصف جمال له خيال وفنون حسنها شي نادر صعب حتى يقال بنت محمد شيخ النشامة من له الناس عون أجود الناس أبوها أبو حسن شيخ كل الرجال بنت عشرين فيها من الوفاء ألف لون والف مليون وصف من الحلا والجمال وفي عبد الله كل خصلة في المفاخر تكون طيبته جاوزت أقصى حدود الشمال بالكرم والشهامة غير قلب حنون وغير ذكر يشرف صاحبه كل حال وامها ام حسن ورد وعطور وغصون ذكرها عند كل الناس ما له مثال واخوانها حسن وسعد وبدر وياسر ونادر وانس طيبهم فاك كل الوصف لو تعلمون وكل اوصافهم اقرب ترى للكمال كنت اظنهم بجودهم يعرفون وادر فيهم على هالجود طيب وفعال وفي شريفه جمال يفوق ما تعرفون غير حسن النوايا والحسب والدلال يسكن الحسن كله وسط ذيك العيون وياخذ من الرموش السود احلى ظلال كل حسن سواها في عيوني يهون وكل وحدة معاها ما تلاقي مجال حصرياً أذكر الله عليها كثر هل المزود حصرياً وكثر على زفات العروس طلب الزفة كاملة وبدون حقوق يوجد اتصال على الجوال 0502470008 أو عبر التليفون 0722 0 3225 أو من